34 عام وانا خدام في هذا المقبره. انا كنت خدام مع الطوبالي، مع ميمون الطوبالي. ميمون الطوبالي باع البومبا جابني لهنايا. قبل ما يبيع البومبا جاب عرف غادي يبيع، جابني لهنايا. بقيت هنايا جالس، انا هنايا نيت كنعس، هنايا نعس. دابا نطلع الى طلع سر السوق كي مع البوليسي كيكون هنايا كنطلع، ونجي الا جا شي حد ولا فتش فيا ولا بغى نجبدو قبل كيعيط لي هو، يقول لي راه جا شي حد. هنا راه كانت 15000 ديال اليهود ويلاه 2000 ديال المسلمين. كان اللي هو كانوا جاوا من، كان اللي جاوا من الاندلس، واحد لا بلوبار الى ايتي نايسي كانت زاد هنايا، بداو كيتجمعوا. هادو كانوا كيعملوا لو كوميرس، كانوا كيديروا البيع والشراء. فاش كانوا هنايا كانت اون بون ايكونوميك، كان الاقتصاد ديال هنايا كان مزيان، كان الناس مخدمينهم مزيانين، كانوا كياكلوا معاهم ويشربوا، هذه كانت مزيانه. كان التعايش ما بين لي جويف مع المسلمين، كان تعايش، كانت القضيه مزيانه.